يعطيكم العافية، بنكمل الدرس. بدي أعمل كمان أمثلة في قانون نيوتن الثاني. أول مثال بدي أعمله جسم على سطح مائل، هاي سؤال مشهور جدا، لازم نعمله ونغطيه زي ما لازم، بعدين ننتقل لأسئلة فيها حركة دائرية ونتقدم. إذا جسم على سطح مائل، احنا شفنا هيك اشي بمثال مضى بقانون نيوتن الاول، اسا بدي اعمل هون اشوف ايش بصير بنيوتن الثاني. فالسؤال اللي يسأل هو هون احسب او احسبوا تسارع جسم كتلته ام موضوع على سطح مائل املس. املس يعني فيش احتكاك. اوكي هذا السؤال. عندي سطح مائل زاوية ميله هي تيتا، في عندي جسم موجود هون الجسم كتلته ام موضوع بحالة سكون. حتى نشوف نعين القوى الموجودة على الجسم، في باتجاه الاسفل قوة الوزن ام جي، الها مركبة في هذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. لما هذول الاتجاهات بسميهن انا اكس وواي. يعني هيئة المحاور اللي عندنا هي هيك. اكس موازي للميلان تبع السطح، واي معامد عليه. اذا في عندي هون كمان قوة ان اللي هي باتجاه واي. هيك عمليا الام جي احنا حللناها بقدر انا امحاها، وبنسجل سيجما اف اكس تساوي، بدي اخذ المركبة هاي من ام جي وخليها تساوي ام اي باتجاه اكس. اذا هاي الزاوية تيتا معناته هاي كمان الزاوية تيتا. إذا هاي الزاوية تيتا معناته هذا الضلع المقابل إلها هو عمليا سينوس، بس هذا الضلع المقابل هو عمليا الضلع اللي هون، يعني هاي وهاي متساويات، يعني هاي أم جي سينوس تيتا، والضلع الثاني اللي بضل هو أم جي كوسينوس تيتا. لذلك إحنا عندنا أم جي سينوس تيتا تساوي ام في اي. من هون ام وام تشطب بضل اي تساوي جي سينوس تيتا. هيك عمليا حسبت التسارع. هو عمليا سألني بالسؤال احسب التسارع تبع الجسم الموضوع على سطح المائل اللي رسمته انا هون. بقدر انا كمان زيادة احسب مثلا الان، الان بدي احسب الان باجي باخذ سيجما اف واي. معروف انه بيك حركة السيجما اف واي لانه الجسم بيعملش حركة بهذا الاتجاه هي تساوي صفر. اذا هي تساوي ان ناقص ام جي كوسينوس تيتا تساوي صفر، لانه بهذا الحركة فيش سرعة، اسف بهذا الاتجاه فيش حركة وفيش سرعة، يعني فيش تسارع كمان. من هون ان تساوي ام جي كوسينوس تيتا، هاي هي قيمة ان. بالنسبة للنتائج اللي بنحصل عليها دائما احنا من بنصح انه نفحصها من ناحية اذا هي منطقية مش منطقية، اذا ملائمة للسؤال اللي عنا. مثلا اذا باجي بطلع على تسارع الجاذبية اللي هو جي، وعمليا جي ضرب سينوس تيتا بيعطيني الاي التسارع. اذا الزاوية صفر، شو يعني زاوية صفر؟ السطح مش مائل افقي.
اذا افقي فيش تسارع شيء، يعني الايش تساوي صفر. طب لما الزاويه صفر عوضه تيتا صفر شو بتصير؟ سينوس صفر صفر، الاي يساوي صفر، يعني صح منيح ملائم. حتى ناخذ انه السطح واقف عمودي، يعني زاويه الميلان هي 90، يعني مش ميل هيك، زاويه كبيره الماكسيموم هي 90 درجه. سينوس ال 90 واحد، والاي تساوي جي. وفعلا لما بكون انا بحط جسم ملاصق للحيط وفيش احتكاك بسقط لتحت بتسارع الجاذبية، لأنه فيش قوة غير قوة الوزن كيف حكينا قبل شوي قبل ما نطلع هفسكة. إذا أنا عندي هنا الأجوبة هي منطقية ومزبوطة. نفس الإشي بالنسبة للآن، هو أم جي كوسينوس تيتا. إذا أنا بدي أحسب تيتا لما بيكون أفقي هي صفر، بعوضها بطلع أن يساوي أم جي، وهذا صح، أن يساوي أم جي لما الجسم واقف أو قاعد على سطح أفقي، وهو يساوي صفر لما بيكون عندي السطح عمودي، لأنه فيش إشي يلقاه بالاتجاه العمودي. إيه بالمناسبة الآن اللي هي قوة رد الفعل العمودي، هي عبارة عن القوة قياس الميزان. يعني الميزان لما بقيس لقوة هو بيعطيني الآن، هو بيعطينيش الأم جي. أنا بقف على ميزان، الميزان بقيسش أم جي، هو بقيس الآن، يعني العدد اللي ببين عندي بشوف الهراءات هموز نايم، إنه الوزن مثلا 75 كيلو أو 70 كيلو، هذا انا بشوف عمليا الان. يعني هذا معناه هذا الميزان كان مايل راح يطلع وزن اللي هو مش حقيقي، مش الام جي، بيعطيني الان اللي هو ام جي ضرب كوسينوس تيتا اللي هو اقل من وزن الحقيقي. اوكي، اذا دائما هراءات الموز نايم هي نفسها الان مش الام جي. هسه بدي اجي اخذ امثله اللي هي بتنوعها مع جليت. دجماوت بتنوع مع جليد. اذا شفنا احنا انه التسارع تسارع الحركة الدائرية باتجاه المركز هو معطي A تساوي V تربيع على R. هاي بسموها توتسان سنتريبيتاليت. سنتريبيتاليت يعني تسارع باتجاه المركز، تسارع كيف كتبتون باتجاه المركز اللي بحركة دائرية، هو يساوي في تربيع على R. لذلك القوة التي تعمل باتجاه المركز هي F تساوي M في A حسب شو تعلمنا، يعني M في تربيع على R وتساوي M أوميجا تربيع في R. هي عمليا بسموها الكوح السنتريبيتالي. إذا كان عندي توتسات سنتريبيتاليت هذا بسموه كوح سنتريبيتالي. ننتبه إنه قيمة السرعة ثابتة، ولكن اتجاهها متغير. يعني قيمة السرعة هي بتكون مثلا 10 كيلومتر بالساعة أو 10 متر بالثانية، بتكون ثابتة، ولكن عشانه بدور حركة دائرية الاتجاه متغير، لذلك في تسارع. از احنا بنسأل سؤال هنا، مين المسؤول عن هاي القوة؟ يعني مين بيعطينا هاي القوة؟ ففي كتير أمثلة. أمثلة إسا بدي أحكي عن بشكل عام أوصفهن، وبعدين إحنا بنرجع للدقماءات اللي مماش أسئلة يعني نحلهن. جسم مربوط بخيط يدور، جسم مربوط بخيط وحالة دوران
في عندي هنا قوة الشد بالحبل أو بالخيط، هاي القوة المسؤولة عن الحركة الدائرية. في عندي مثلا القمر يدور حول الأرض، هنا قوة مين؟ قوة الجاذبية. ممكن نحكي إلكترون يدور حول البروتون، هاي قوة كهربائية. طبعا في كمان أمثلة عديدة زي حركة شحن بقلب حقل مغناطيسي، وغالبا بتكون القوة المسؤولة هي قوة مغناطيسية، أو حركة القمر الأرض حول الشمس هي كمان جاذبية. في كثير أمثلة، حتى نجي نعمل مثال. يلا أو دقمة، يعني السؤال لسه ونحله. يوفكتان بعل ماسة ام مستوفيف بمعقال افكي بمهيروت في بعلات جودل كفوع كشهو محبار لكاتسيهو أو لكاتسي شيل حوت خيط شوركو ال معطي إنه حوت عسي زفيت تيتا عيم أكيفون هأنخي. إذن نرسم السؤال. أنا عندي الجسم طيب كتل توأم، طول الحبل L. هذا السؤال هيك عمليا، انه انا بيكون في عندي بربط بالسقف خيط او حبل بنزله في بطرفه طابة، اذا انا انفلته بضل بحالة سكون. باجي بمسك الطابة بسحبها تلاي، سحبتها وبزت بالاتجاه المماسي على شمالي. لما ازدت الطابة هيك شو بتصير تعمل؟ مسار دائري بالمستوى الافقي. اوكي؟ هاي هي الحركة الدائرية اللي انا بدي ابحثها هون. لذلك ارسم لكم المسار اللي بتوقع يكون عندي هون. هذا العمود عندنا، هذا بسموه الاناخ، والمسار اللي راح يعمله الجسم هو مسار دائري من هالشكل. يكون عندي دائرة افقية، وعشان انا احل السؤال هذا ابحث السؤال انا لازم عمليا انا ايش سالت هون؟ انا وصفت لكم السؤال قوف كتان بلا 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 شو محبار اللي كتسيهو هحوت عسي زفيت تيتا ما رسمناهاش اياها الزاوية هون مع الاناخ، هاي هي معطيات السؤال. ال تيتا زاوية وام هي الكتلة، وفي عندي حقل الجاذبية لتحت الجي، هذا كمان معطى. شو عادة يسأل بهيك سؤال؟ ممكن نجي نسأل هيك، ابحث حركة الجسم أو الجوف. سواء أنا يعني فاتح المجال إنه إحنا نعمل إيش بدنا، يعني بشكل عام شو بتساوي هون؟ لازم ينكتب المعادلات تعون الحركة، تعون القوى. المعادلات هذول بنحلهم بنعوضهم واحدة بالثانية، بيطلع معي علاقة، العلاقة اللي بتطلع معي أنا بستنتج منها استنتاجات معينة. إذا حتى نكتب إحنا المعادلات تبعتنا بناء على محصلة القوى الموجودة. المعادلات اللي عندنا هن بدي أخذهن من اتجاه
اكس اللي هو هذا الاتجاه، والاتجاه واي اللي هو هذا الاتجاه. اذا هذا اكس وهذا واي. الان كم قوة بتشتغل على الجسم بهاي المجموعة؟ بتشتغل قوة الشد بالحبل تي، وهون ام جي. اعلم الجسم كمان دور. اذا عندي ام جي وتي بالتبادل، بالتبادل انا شايف انه هاي الزاوية هي كمان تيتا، هاي الزاوية اللي هون هي كمان تيتا. اسا اذا هذا تي ساعتها هذا تي سينوس تيتا، وهون تي كوسينوس تيتا. كيف عرفت انا هون الزاوية تيتا؟ هون المجاور الها هو الكوسينوس، والمقابل اللي هو هاد هو ياته نفسه هون مستطيل تي سينوس تيتا. هيك انا عمليا حللت القوى اللي بتشتغل على الطابة هاي او الكرة الصغيرة، الجسم الصغير اللي مستفيف بهذا المعقل. نيجي احنا بنعطي اسم ملاحظة عن اختيار هيئة المحاور. بما انه احنا حكينا سبق وكلنا قبل شوي انه التسارع اللي انا في عندي بتوي او تعبير نحماد وبسيط لإله هو باتجاه المركز اللي هو في تربيع على ار او اوميجا تربيع ار، في تربيع على ار او اوميجا تربيع ار، هذا هو التسارع باتجاه المركز. لذلك القوه هي سيجما اف باتجاه المركز، هي ام في تربيع على ار او ام اوميجا تربيع في ار. هذا معناه انه انا لازم اختار واحد من المحاور بالحركه هو باتجاه المركز والثاني معامد عليه. اذا واحد من المحاور باتجاه المركز والثاني يعامده. اذا هون بالصدفه طلع عندنا السؤال، هو مش صعب، بسيط، لازم نحدد احنا كنا من قبل وين هو مركز الدوران. مركز الدوران اياته مركز الدائره، مركز الدائره هذا الخط اللي هو المحور اكس رايح تلا مركز الدوران. الجسم هو بدور هيك، اذا المركز هو نقطه بالنص اللي هي هون. عشان هيك المحور هذا جاهز رايح تلا المركز، اذا سهل التعامل معه. غاد انا بكتب سيجما اف تساوي ام في تربيع على ار او ام اوميجا تربيع في ار. بالاتجاه العمودي اللي هو واي يعامده، على فرض انه الجسم بيبقى في نفس المستوى الافقي، هو لا بيطلع ولا بينزل، معناته سيجما اف واي هي تساوي صفر لانه لا بيطلع ولا بينزل. عشان هيك احنا بنكتب هون سيجما اف اكس هي عمليا تي سينوس تيتا وتساوي ام اوميجا تربيع في ار، لما ار هو نصف القطر. بالنسبة للاتجاه الثاني اللي هو سيجما اف واي يساوي تي كوسينوس تيتا ناقص ام جي وتساوي صفر، كيف حكينا، لانه بهذا الاتجاه فيش عندي انا قوة. الان شو بصير عندنا؟ ان المعادلة الاولى هي زي ما هي بخليها، بكتبها من جديد هون تي سينوس تيتا تي سينوس تيتا تساوي ام اوميجا تربيع ار، وتي كوسينوس تيتا تساوي ام جي. انا اسا بدي احل المعادلتين هذول، بقسمهم على بعض. لما اقسمهم على بعض تي والتي بتشطب، والام والام كمان بتشطب. عمليا شو ضل عندنا؟ سينوس تيتا على كوسينوس تيتا، بس تعجل شو بكتبها تانجنت لانه رح نشوف هسه شو رح يصير، تساوي اوميجا تربيع في ار على جي، اوميجا تربيع ار على جي.
يعني لازم إسا أنا أعبر عن R بدلالة معطيات السؤال منشان أقدر أعوضه، لأنه الـ R مش معطي معي، ولكن الزاوية والتيتا معطي معي، والأوميجا هي السرعة اللي بدور فيها بتدور فيها الطابة، السرعة الزاوية والمهرود زافيتيت اللي هي تيتا دوت. الـ R هون إذا بننتبه هو نصف قطر الدوران. عشان أعرف شو يعني نصف قطر الدوران لازم أحدد وين الدائرة. وين الدائرة؟ هي نصف قطرها من المركز للطرف، يعني من هون لهون، من هون لهون هي هاي القطعة اللي هي قطعة بمثلث قائم الزاوية. هات نرسم المثلث القائم الزاوية. هاي القطعة L، هاي الزاوية اللي هون تيتا، هاي الزاوية 90. معناته بنستنتج انه هاي هي L ضرب سينوس تيتا. L ضرب سينوس الزاوية هاي بيطلع عند القطعة من هون لهون، هذا هو نصف قطر الدوران. لذلك هسه بنقدر نعوض سينوس تيتا على كوسينوس تيتا تساوي أوميجا تربيع ضرب L سينوس تيتا على G. عشان هيك أنا مستعجلتش وكتبت تانجنت، لأنه شايف السينوس والسينوس بتشطب، ممكن نقسم عليها يعني لأنها لا تساوي صفر. من هون أنا بقدر أكتب علاقة اللي هي كوسينوس تيتا هي تساوي جي على أوميجا تربيع في L. هاي العلاقة هي بالنسبة لإلي علاقة اللي هي مساكمة كل الحركة الدائرية اللي بتصير هون. الحركة هي عبارة عن دوران بسيط، ولكن في علاقة جميلة جدا بين سرعة الدوران وبين الزاوية. سرعة الدوران هيها أوميجا مهرود زافيتيت، والزاوية هي موجودة بكوسينوس تيتا الدالة كوسينوس. ننساش إنه الدالة كوسينوس هي دالة تنازلية من 0 ل 90. أنا مجال معنيان وتي هون للزوايا تيتا هن من 0 ل 90. لما بتكون في عندي أوميجا عالية، أوميجا كبيرة، يعني سرعة الدوران عالية، شو بتوقع أنا؟ مستوى الدوران يرتفع، او انه الحبل هذا الخيط هذا بده يميل اكثر لفوق، لانه السرعه اعلى. لذلك انا بتوقع انه يعني حسب الرياضيات اللي طلعت معنا، هاي العلاقات الرياضيه اللي هون، انه لما اوميجا بكبر الزاويه بتكبر حسب اللي شرحته هسه. تعالوا نشوف هل فعلا لما اوميجا بتكبر الزاويه بتكبر. بنتبع اوميجا موجوده بالمقام، اذا كبرت اوميجا الكسر كلياته ايش؟ بصغر. معناه انه الكوسينوس ماله بصغر، بس ما هي دالة عكسية، انا شو بصير بالزاوية؟ بتكبر. اذا اوميجا بتكبر الكسر بصغر، يعني الكوسينوس بصغر، معناته التيتا بتكبر. عشان هيك اللي توقعته من قبل من الانتويتسي تبعتنا، من المنطق الحياة اليومية اللي بنعرفها، المجموعات اللي بنشاهدها دايما، بيطلع انه صح لما السرعة اكبر الخيط بميل بزاوية أعلى. عال ممتاز. هاي بالنسبة لهذا السؤال، هذا سؤال جيد جدا يسأل عنه كثير، في عليه كثير أمثلة. ننتبه كمان للعلاقة مع تسارع الجاذبية، يعني إذا عملت التجربة نفسها على القمر، غاد في عندي جي أقل، سدس جي اللي هون، ساعتها كوسينوس تيتا أقل، ساعتها الزاوية مالها أكبر. إذا الزاوية بتكبر لو عملت التجربة على القمر مثلا. في كثير أسئلة تسأل من هذا النوع. نكمل.
نعمل إسا كمان مثال بالحركة الدائرية، شوي نوع حركة دائرية مختلف. إذن كمان دقمة عندنا ميخونيت سيارة ناعة بكفيش شمتعكم براديوس R. اوكي، سيارة على كوربا، نصف قطر الدوران هو R. بسألني بقول لي ما صريخ لهيوت مكدام الحكوخ بين التصميم لكفيش على منات شامخونيت لو تحليك. يعني بقول في سيارة بتتحرك على كوربا، حتى نرسم هون انا سبرسم مقطع علوي كأننا موجود بهليكوبتر وبشاهد الشارع تحتي. يعني بشوف انا هون سيارة ماشية بتتقدم بهذا الاتجاه بسرعة معينة في. طبعا هاي المسار هيك كمالته تقريبا، المركز كول هون، معناته انا في عندي نصف قطر دوران اللي هو من هون لهون R. اوكي، كيف حكالي متعكين براديوس R، وبدي احسب انا شو هي او شو هو معامل الاحتكاك عشان السيارة ما تتزحلق اذا هي بتمشي بسرعة V. اوكي، تعالوا نشوف شو القوة المسؤولة عن الدوران هون. كيف شفنا احنا من قبل انه كل حركة دائرية في شيء قوة مسؤولة عنها. هاي الحركة الدائرية لما تكون سيارة ماشية على دوار او على كوربا، القوة المسؤولة هي قوة الاحتكاك الساكن مش الحركة الساكن. ليش؟ لانه هي القوة المفروض تكون بنو اتجاه باتجاه المركز. اذا بننتبه القوة الوحيدة اللي ماسك السيارة مع الشارع بهذا الاتجاه هي قوة احتكاك العجال بالزفتي. لذلك هي الاف اس او الاف اس ماكس، هذا الاحتكاك الساكن. عشان هيك احنا بنقدر نيجي نكتب انه سيجما اف باتجاه المركز هي الاف اس. واذا انا بدي تناي ساف كذا، شو التناي كيلو المهروت الكريتيت او معامل الاحتكاك الكريتي عشان السيارة ما تزحلق، انا باخد ايش؟ باخد اف اس ماكس اللي هي اكبر قيمة لقوة الاحتكاك، ميو اس في ان. اذا هاك حوت ابو عليم هني ام جيل وزن، ان رد فعل العمودي، والاف اس حكوخ احتكاك. معطيني اعداد هو في تساوي 30 متر بالثانية، معطيني النصف القطر هو 100 متر، ومعطيني انه الكتلة تبعت السيارة 2000 كيلو جرام. يعني اعداد اللي هي من الحقيقة، يعني انه 30 متر بالثانية هي نفسها ضرب 3.6 بتعطيني بكيلو متر بالساعة، بطلع 108 مش هيك؟ 108 كيلو متر بالساعة، سرعة عالية شوي. عندي 100 متر، 100 متر مش نصف قطر كبير ولا صغير كتير، والسيارة 2000 كيلو جرام. السيارات هي بتكون وزن طن، طن ونص، 2 طن اذا سيارة ضخمة بفؤيرت محملة ركاب. فهي الاعداد هي من الواقع. اذا احنا بنيجي بنكتب سيجما اف باتجاه المركز، هي كيف حكينا بدنا ناخذ اف اس ماكس وتساوي ام في تربيع على ار. ام في تربيع على ار ليش؟ لانه ام في اي، والاي هو في تربيع على ار. ما احنا شايفين كل حركة دائرية القوة باتجاه المركز قاعد اخذها ايش؟ ام في اي، لما الاي هو في تربيع على ار. لذلك اسا بعوض محل الاف اس ماكس ميو اس في ان تساوي ام في تربيع على ار. من هون انا اسا بدي اعرف اعوض محل الان ايش قيمتها، بما انه السياره قاعده على شارع افقي لذلك ان يساوي ام جي.
اذا هون ميو اس ضرب ام جي تساوي ام في تربيع على ار. الام والام بتشطب، ومن هون بيطلع معانا انه ميو اس تساوي في تربيع على جي ار، يعني هي تساوي 900 على 10% وتساوي 0.9. يعني معامل الاحتكاك الساكن هو طلع معاي 9 أعشار عشان السيارة ما تزحلقش. يعني المقصود إذا بيكون أقل من 9 أعشار بيكون 8 أعشار، قوة الاحتكاك مش راح تقدر تمسك السيارة مع الشارع، السيارة راح تزحلق. بنلاحظ إحنا إنه لما تكون مرات القوة اللي بتمسك تل المركز هي عالية كثير، ممكن السيارة تزحلق تل المركز، وإذا هي مش كافية يعني أقل، ساعتها السيارة بتزحلق من المركز لبرا، بتزحلق بريت الكوربة. هاي لما يكون الاحتكاك واطي، هذا وين بصير؟ لما في زحليق على الشارع، في صابونة، في أول شتوة مثلا، الدنيا بتشتى أول شتوة، بعديه فصل صيف كامل تبقى الزفتة ملزق فيها الخمر الكاوتشوك تبع العجال بنتسمقين. فهذا الخمر كلاته بنحل مع الشتاء، لما بتشتت الدنيا بصير زي الصابونة، فالاحتكاك بكل، فغير لازم نمشي بسرعات واطية، لأنه كيف احنا شايفين هون السرعة المسموح فيها هي بتكون بهتئم لمعامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك لما في مواد صابونة وغيره أشياء مشابهة بكل معامل الاحتكاك. على فكرة هي النتيجة رائعة جدا، السبب انه ممكن انا اجي اسأل السؤال التالي، ويسأل كتير هذا السؤال في الحقيقة. انا سألته بامتحانات كتير، وعادة بخربط الطلاب لانه مش كتير واضح. يعني مرات احنا بنفكر الاشي المنطقي اللي متخيله براسنا هو صح، ولكن بالفيزياء احنا لازم نعتمد على القوانين اللي هي دائما صحيحة، هي اللي بتشتغل اكتر من انه المنطق بيشتغل او التفكير اللي بنفكره لاول وهلي سليم هو بيشتغل. لازم نركن على القوانين اكتر من المنطق تاعنا. المنطق ممكن يجي بعدين، اما بالاساس في قوانين نعمل حسبها، عشان هيك احنا بنعلم المادي تبعت يعني ميخانيكا الكهرباء، كل اشي موجود بالفيزياء. اللي كنت يعني هذا الحكي انا جبته اسا بتعلق بالمثال اللي هون، انه اذا باجي بحكي عن حركة سيارة او مسائيت او موتور سيجل، يعني المقصود مركبات بكتل مختلفة على نفس الكوربة، هل احنا بنشوف غاد مكتوب السرعة المسموح فيها او السرعة الماكسيمالة المسموح فيها هي بتتعلق بنوع المركبة او بكتلتها او بماهيتها، من ايش مصنوعة، من اي نوع، مرسيدس، بي ام في، بيجو؟ اذا الجواب هو لا، لانه حسب السؤال اللي انا استعملته. اذا احنا بناخذ نفس الكوربة بنفس نصف القطر بنفس معامل الاحتكاك، بتكون السرعة الماكسيمالة المسموح فيها هي نفسها لجميع المركبات. الاشي هذا احنا بنشاهده هون. من هون انا ممكن اجي اخذ انه الفي تساوي جذر ميو اس جي ار، ضربت هون بالجي ار ميو اس جي ار وعملت جذر. شوفوا فيش عندي كتلة، كتلة نزلت ما هي هون. يعني هذا الاشي معناه انه اذا السيارة حملت فيها كياس رمل بالبجاج، عبيتها بشي 200 كيلو رمل زاد وزن، هذا ما بيعني ان السرعة المسموح فيها راح تزيد او تقل، لانه لما كبرت الوزن الام في تربيع على ار بيكبر زي ما الاحتكاك بيكبر، يعني بيكبروا قد بعض، لانه اثنين بتعلقوا بالكتلة. اذا كبرت الكتلة على مرة ونص بتكبر هون مرة ونص وهون مرة ونص، عشان هيك فيش علاقة للكتلة. اذا صغرتها نفس الاشي كمان فيش علاقة. اذا عشان هيك لما بيجي بيقولوا لي سيارة السرعة المسموح لها على كوربا 40 كيلومتر بالساعة، وبيجي بيقول لي عبيناها كياس رمل، وبسأل السؤال بشكل امريكاني بيعطيني 6 أجوبة او 4 أو 5، اللي هو بحكي لي انه السرعة المسموح فيها الجديدة اسا بعد ما عبينا رمل راح تزيد، راح تصير 60 بدل 40، او راح تقل راح تصير 20، او راح تضلها زي ما هي 40، او بنعطي كمان امكانيات.
فالجواب هو انه بتضلها زي ما هي 40، لانه اللي بصير هون انه السرعه لا تتعلق بالكتله، السرعه المسموح فيها بتتعلقش بالكتله، او اذا بتحسبوا معامل الاحتكاك وكمان بتتعلقش بالكتله. اوكي، اذا هذا كان سؤال بموضوع الحركه الدائريه بالاحتكاك الساكن. بدي احكي اسا انا عن قوه اللي هي قوه الجاذبيه لنيوتن، اللي هي بتكون قوة المسؤولة عن دوران أجسام حوالين الكرة الأرضية أو حوالين كواكب أو حوالين النجوم. إذن القوة اللي بدي أحكي عنها إسا هي قوة الجاذبية لنيوتن، أو قانون الجاذبية العالمي ممكن نسموه، قانون الجاذبية لنيوتن أو قانون نيوتن للجاذبية. إذن القانون بيقول هيك، إذا في أنا عندي كتلتين، في الأساس بنحكي عن كتل نقطية، كتلة M1 وكتلة M2، في بيناتهم فيكتور محبير بيناتهم اللي هو بسميه R. نيوتن أعطانا العلاقة التالية، إنه F اللي الأول بشغلها على الثاني F1 2 هي تساوي ناقص جي كبيرة ام واحد ام اثنين على ار تربيع في ار كوفا. الان الجي هاد هو ثابت وتساوي ستة نقطة ستة سبعة في عشر كوب ناقص 11 وحدات نيوتن ضرب متر مربع على كيلو جرام تربيع، لما نيوتن هي وحدة القوة. اوكي، نميز عن النورمال الان اللي بنستعمله. ف ثابت هذا هو ثابت من قياسات لنيوتن 6.67 في 10 كوب ناقص 11. معنى الناقص هون معناها هاي انه انا في عندي قوه تجاذب بجيخه جرافيتاسيوني. ما بحطه دبل فاف او هتعرفها دبل فاف جرافيتاسيونيت او بالبيت او كفيداتيت من كفيدال جاذبيه جرافيتيشنال بول. اوكي، نسحب هنا اركوفا، هذا بدل انها اتجاه القوه وبعتسم باتجاه الفيكتور المحبر بيناتهم. اوكي، اذا ام واحد راح تسحب ام اثنين تلاها، هي مينوس اركوفا يعني مينوس ار فيكتور، يعني بتسحبها تلاها، والقيمه هي جي ام واحد ام اثنين حاصل ضرب الكتل على ار. الملاحظه الاخيره بدي احكيها قبل ما ينتهي الداتس، انه القوه هاي هي موجوده في كل مكان، كل ما في عندي كتل هاي موجوده. شو اللي بصير؟ الثابت هذا كيف شايفينه صغير جدا 10 كوب ناقص 11. اذا انا باجي بشغل هاي القوه، شو يعني بشغلها؟ انا مشغلها كل الوقت على الكتل اللي حوالي، ولكن انا مش قاعد اسحب الطاوله هذيك تلاي، ولا قاعد اسحب شخص قاعد لا تلاي، لا، انا بسخ كول انا بشغل القوى، ولكن هاي القوى بالنسبه لغيرهن مهملات صغار جدا. ليه؟ اذا باخذ مثلا شخص مع شخص 70 كيلو 70 كيلو، يعني 500 حاصل الضرب بالتقريب، وعندي جي 10 كوب ناقص 11، فبصفي عندي عدد صغير جدا على البعد بيناتنا كل متر، فعدد صغير جدا بالنسبه لقوه الاحتكاك اللي ماسكتني، او قوه الجاذبيه، الوزن اللي ماسكني مع الارض، مش الجاذبيه اللي بينه وبين الكتل الثانيه.
هاي الملاحظة الأولى بالنسبة للكتل العادية. أما كتل كبيرة زي الشمس والأرض، هاي هي القوة اللي بتشتغل لما بيكون الأرض هو بين مراكز النجوم أو مراكز الكواكب، مركز كوكب مع مركز قمر، مركز كوكب مع مركز النجم زي الشمس. البعد بين المراكز زي البعد بين مركز الأرض ومركز الشمس، هو 150 مليون كيلومتر مثلا، فهذا بيكون الآر عندنا. فلما بنحكي عن كتل كبيرة جدا زي كتل نجوم، كواكب، أقمار، نيازك، ساعتها احنا بنحكي عن قوة الجاذبية هي اللي بتكون مسؤولة عن حركة الأجسام. أما أجسام زينا احنا، أجسام صغار أو أجسام قلب الأتوم الذرة، ساعتها هاي القوة هي بتكون مهملة جدا. شكرا كثير، انتهى الدرس، إلى اللقاء في المرة الجاية نجمع شعور.